عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة قد مكتبت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ممو اسمنا الله شو موالي أمبوبدا يوم الجمعة يوم عيد جمع دغي أريس صدغس السول دغي فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم أميتم صدغس السول دغيس مارخويس دغيد نواكتب إلا أن تصوموا قبله أو بعده قرد يمشي متخويسا توكي ماس زيتسين ან მის შემდეგ კიდევ დამატებით ერთ დღეს იმარხავთ და მხოლოდ ჯუმა დღეს არ გამოარჩევთ მარხვისთვის. ჰადის გადმოგცემს იმამი აჰმედი თავის მუსნედში.